لو الحكاية فيها إن فيتو. عندنا مصر من الدول المتضخمة، وهي الدول التي يقل فيها سعر العملة ويرتفع أسعار العملة الصعبة، وبالتالي كل الدول التي تشبه مصر في التضخم، في انهيار سعر العملة، في ارتفاع العملة الصعبة، مكتوب عليها مهما عملت، مكتوب على المصانع مهما عملت، إن المصانع دي يكون مصيرها للإفلاس. إزاي؟ أنا عندي مصنع بيبتدي، صاحبه بيغامر بمليون جنيه، بيجيب ناس، بيجيب خط إنتاج، بيجيب عمالة، وبالتالي هو عايز يعمل حاجة، بيجي يشتري بضاعته، بيبيعها، بيحصل فلوسها، يجي يستورد تاني مواد خام، يلاقي اللي باع بيه ما يجيبلوش حاجة، سنة بيصبر، التانية بيصبر، التالتة بيقفل مصنعه ويمشي. النتيجة من ده ايه؟ أن الميزانيات العمومية التي تقام في الشركات واللي العالم كله بيتكلم عليها والمعايير المحاسبية كلها ورق في ورق، ليس لها قيمة إلا إذا أخذت معدل التضخم في الحسبان. إن لم تأخذ هذه الميزانيات معدل التضخم في الحسبان، ده معناه إن إحنا شغالين في اتجاه والاقتصاد في اتجاه تاني، والنتيجة هي إفلاس الشركات. نحن نريد أن يتم إدخال معدل التضخم في الميزانية، وده اللي قمت بيه، ودخلنا معدل تضخم وعملنا المعادلة. المعادلة اللي مطلوب من الناس تعملها بسيطة جدا، وهي أنا عندي مصنع أو شركة تنتج وفلوسها برة، أحسب متوسط المال اللي موجود في السوق، الفلوس اللي موجودة عند الناس اللي أنا ما خدتهاش، اللي لما يمر عليها سنة تنهار بنسبة 20%، وده معناه إن اللي له برة مليون جنيه يجي اخر السنه يشتري ببضاعة معروف ان هو الاسعار زادت، اذا المليون جنيه اللي ما عادوش مليون جنيه اصبحوا 800,000 جنيه. ده نتيجه ايه؟ ان في انهيار في الاسعار بنسبه 20%. المعادله بتاخد ال 20% دي اللي هي انهيار الاسعار على مبلغ مليون جنيه موجود في السوق لمده سنه، هيبقى كام؟ 200,000. اعمل فيهم ايه؟ ال 200,000 دول خساره، وهو انهيار قيمه العمله. اطلع على الارباح، لو انا كسبان نص مليون، نقص من نص مليون قيمه انهيار فلوسنا اللي بره وهي ال 200,000. اذا هنوزع ارباح كام؟ 300، مش هنوزع كام؟ 500. كنا بنوزع 500 ازاي؟ كنا بنوزع 500، 300 ارباح حقيقيه و200 من دماء المنشاه. عشان كده بعد كذا سنه المنشاه تفلس وصاحب المال يمشي الموظفين ويقعد في البيت. طيب اذا عملنا كده هنوزع ارباحنا من ارباح حقيقيه مش ارباح وهميه. ال 200,000 هيروحوا فين؟ الفاضلين دول هنرجعهم تاني يستثمروا في الشركه. اوعى توزعهم، لو وزعتهم ده معناه انت بتوزع دمك على الشركه. طيب الحكومه، مش عايزين حاجه من الحكومه، مش عايزين اي اجراء ولا قانون ولا اي شيء، اللي عايزينه ان الناس تطبقها وتحجز من ارباحها ما يساوي معدل انهيار عملتها بره. طيب اذا الحكومه وافقت، ده جميل قوي، طريق تاني خالص. لو الحكومه وافقت ده معناه ان هي هتخفض الضريبه، بدل ما كنا هناخد ضريبه على نص مليون هناخد على كام؟ على 300. لما خفضنا من 500 كام؟ ال 200 اللي انهاروا منين؟ من فلوسنا اللي بره. ده معناه ان هي مثلا هتاخد 50,000 جنيه قبل كده، النهارده هتاخد 30، لانها اعترفت بايه؟ بالخساره. الفرق ده نعمل فيه ايه؟ طيب الفرق عندي 20,000، الحكومه هتوفره من المستثمر، هتديهم في ايده؟ لا، هتقول له ال 20,000 جنيه دولت اللي هم حقك، اللي هم فلوسك، اللي هو تنبع عن ارباح حقيقيه وليست وهميه، انا هجيب بيهم اسهم. افتح الخريطه الاقي عندي السلوم، مرسى مطروح، هلاقي شرم الشيخ، هلاقي اسوان، مناطق المستثمرين مش عايزين يروحوها، ما عندهمش القدره ان هم يروحوها مع وجود الطلب ومع وجود الناس اللي عايزه. هنعمل فيها ايه؟ الحكومه تقيم المصنع بالاسهم اللي هتشارك فيها مين؟ الشركات، اللي هم ايه؟ الفرق ما بين ال 50,000 وال 20,000 وال 30,000، اللي هم ال 20,000 اللي هتوفروا من الحكومه لمين؟ للمستثمر. مش هديهم له في ايده، ولكن هنعمل بهم ايه؟ هاخدهم اشتري بهم اسهم، وانا هجمع الفلوس دي كحكومه واعمل المصنع في اماكن الطلب اللي موجوده من الناس، وبالتالي سنعيد توزيع الخريطه الاستثماريه لمصر خلال الفتره القادمه بالفرق الضريبي اذا الحكومه وافقت.